بسم الله الرحمن الرحيم. القناة تصليح الدراجات. احنا معانا النهاردة السرينة الشاحن. السرينة دي بنظام الشحن بدون حجرة. احنا طبعا جايبين جوز سرينة قدامكم اهي، واحنا حاطين واحد في الشاحن وواحدة بدون شاحن جاية ايه من الشركة كده. طب احنا هنقول لكم مميزات الايه كل سرينة ايه. اول حاجة هنقول لكم ملحوظة المهمة، احنا اول حاجة دي مبيشتغلش بحجرة ابدا. فطبعا احنا دلوقتي بنجيب الشحن كده معانا بتاع الموبايل، فطبعا بنحط الشحن كده بينور لمبه حمراء باينه اهي، اللمبه اهي منوره اهي بتبين لنا ان ايه ان بتشحن. تمام، انا بسيب دي قد ايه عشان تشحن قوه الشحن؟ بسيبها في حدود ساعتين ونص. احنا جاي من الشركه كاتبه لنا ايه قوه الشحن اللي انا لازم اسيبها على البطاريه في حدود ساعتين ونص. طبعا بتشحن شحنه قويه جدا جدا، والاضاءه بتزيد فوق الشحن اللي احنا هنقول لكم دلوقتي. فدلوقتي احنا دلوقتي سايبين دي في الشاحن دلوقتي. والميزه الحلوه طبعا هنتكلم ايه الميزه الجديده. الميزه الجديده في السرينه دي طبعا دي التثبيت في الجدران الدراجه كده، بتربط بكل سهوله بين الافيزه اهو، طبعا ما بيخرجش ابدا. انا عايز اخرجها بكل سهوله، لازم اضغط على القفل او الشريحه اللي باينه قدامي ده كده ضغطه كده جامده، واسحب دي بكل سهوله كده بتطلع معايا بكل سهوله. لما اجي اركبها برضو اجي اركبها لازم اركبها مع الضغطه، اسمع صوت كده، الصوت ده طبعا بيبين لي ان هي قفلت، عمرها مقطوعه على السرينه وهي العجله ماشيه. طبعا عايز افكها بفكها زي ما انا قلت لكم، عرفنا مكان الشاحن في الحته دي، طبعا عاملين غطا ليه طبعا عشان لو غسلت العجله بميه لاي حاجه وتيجي في الحته دي ما نعملش اي ضرر للمكان ده بالذات. تمام، وبقفلها لها بنز صغير كده بقفلها بتحافظ على المكان ده. واحلى حاجه طبعا في السرينه دي الاضاءه بتاعتها القويه. طب احنا دلوقتي هنشغل الاضاءه واحنا النور منور وهنشوف قوه الاضاءه قد ايه. طبعا الاضاءه دي بتشتغل بنظام 3 درجات، درجه عاليه، درجه نور واطي، ودرجه نظام رعاش. اول حاجه الدور العالي اهو، بص باين اهو. تمام، تاني البطيء اهو باين اهي، بعد كده الرعاش. لو ضغطت ثاني افصل. طبعا هنطفي النور ونوريكم برضو ايه الشكل عامل ازاي. طبعا احنا طفينا النور والنور اهو باين اهو، حتى قوه النور جامده اهي، حتى بعيد اهو بالكشاف برضه النور جايه. طبعا ده العالي، طبعا برضو لما بيشحن يبقى النور اقوى. ادوس ضغط كده، ده نظام الضوء الواطي. بعد كده الرعاش باين قدامنا اهي، الرعاش اهو شكله رائع جدا جدا. طبعا احنا كده كده هنولع النور دلوقتي. طبعا شفت اهو الشكل اهو، انا كده فصلت كده خلاص كده. ومعانا ايه ان احنا عايزين نعرف الميزه الثانيه، نظام الصوت السرينه ازاي. طبعا انا بقول لكم احنا دي عايز الشحن، دي احنا مش شحناهاش. تمام، بس ايه عن اول حاجه الصوت الاولاني، صوت العصفوره اهي، صوت رائع جدا جدا. ولما بتشحن كمان الصوت بيعلى اكتر والاضاءه بتعلى اكتر. تمام، انا عايز اغير الصوت الثاني، عايز اغيره ازاي؟ في زرار هنا في السرينه؟ لا، كل الشغل كله في المفتاح اللي انا بدوس عليه لصوت الايه السرينه. بضغط ضغطه كده ما بشيلش ايدي عشان ندخل للصوت اللي بعديه ده، صوت بس عشان السرينه هتشحن. طبعا هضغط ضغطه ثانيه، الصوت ثاني عايز اغير، اغير اغير ده رجعنا ايه بالصوت الخامس. يبقى كده احنا عرفنا فيها 5 اصوات. طبعا السرينه دي من السرينات الجميله جدا، بتركب جميع العجل العادي والترينكس والعجل الحديث. وطبعا اتمنى الحلقه دي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.